الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة اللي عندنا فيها الفرد المحروس طبعا الأول من الدورة الثانية الرياضيات، طبعا الرياضيات القسم الخامس ابتدائي. طبعا عندنا تدرج في صعوبة الأسئلة، عمدوا من التمرين السهل إلى شيء المصاعب حتى الأصعب. طبعا التمرين الاخير هيكون فيه شويه الذكاء. نعم، هنا التمرين الاول يقول قياس قطر القرص هو 10 سنتيمترات. قياس قطر القرص هو 10 سنتيمترات اللي هي المسافه هي ا بي 10 سنتيمتر. السؤال الاول يقول احسب شعاع القرص. احسب الشعاع ديال القرص، هذا عندنا هنا القطر الديامتر. احسب محيط الدائره، محيط هذه الدائره. أبين أن مساحة القرص هي 48.5 سنتيمتر مربع. عندما نقول أبين أن مساحة القرص هي طبعا هي 48.5 سنتيمتر مربع، يعني نحسبها ونلقاو هذه النتيجة. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني، نعم هذا التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول أهو، اعتذر باش ما يبانناش الاخر تاني بحال هكا يجي. اعتذر، هذا التمرين الثاني. نعم التمرين الثاني هنا احسب ما يلي: 5 اس 2 5 على بوستون 2 10 اس 3 ثم 3 اس 2 زائد 2 اس 3 و 11 اس 2 مضروبه في 2 اس 3. هذا بالنسبه طبعا للتمرين الثاني. نمر إلى التمرين الثالث. نعم التمرين الثالث ها هو. هنا عندنا عدد التلاميذ وهنا نقط الفرد، وطبعا كل نعم كل هذا عمود عندنا الأزرق ثلاثة يعني نقط ثلاثة اللي جاب 3 على 10، ثم 4 على 10، الأخضر 6 على 10، 7 على 10، 9 على 10، 10 على 10 هذا اللون. إذا هنايا عدد التلاميذ، ها هي هنا عندنا عدد التلاميذ. أحدد السؤال الأول، أحدد أصغر نقطة وكم عدد التلاميذ الذين حصلوا عليها، يعني أصغر نقطة. عندنا النقط 3 4 6 7 9 10، إذا شكون هي النقطة الأصغر وشحال من كم عدد التلاميذ الذين حصلوا عليها. طبعا أخرجوا عدد التلاميذ الذين حصلوا عليها من طبعا المبيان، من المبيان. هنا السؤال الموالي، ما هو عدد التلاميذ الحاصلين على 10؟ ما هو عدد التلاميذ الحاصلين على 10؟ عنجيو العشرة هي هذه طبعا بالنسبة لهذا المفتاح 10، ونشوف شحال عدد التلاميذ ونسقطوها على طبعا ها هي عدد التلاميذ هنا. ثم ما هو عدد التلاميذ الحاصلين على أكثر من 6؟ اللي حصلوا على أكثر من 6 بما حصلوا على 7 و9 و10. إذا اللي حصلنا على 7 هما هادو، نحسبو شحال كاين، ثم اللي حصلوا على 9 هما العدد ديالهم، ثم اللي حصلوا على 10 ونعرفوا شحال من التلاميذ حاصلين على أكثر من 10. السؤال في هذا التمرين هذا الأخير ديالو، حدد عدد تلاميذ هذا القسم. كم عدد تلاميذ هذا القسم؟ نعم. إذا هذا السؤال كان نوع مزيان. ثم نمر إلى السؤال التمرين الرابع. ها هو التمرين الرابع والذي طبعا هو نعم التمرين الرابع. عندنا قياس قطر هذا القرص، هذا هو ملون ابيض، هو 6 سنتيمتر القطر ديالو. هذا هو هذا قطر، ثم هذا قطر. اذا القطر طبعا راه كيمر من المركز. احسب مساحه المربع، اول حاجه نحسب مساحه المربع، ثم احسب مساحه الجزء الملون. الجزء الملون نقوم بالحساب ديالو. بالنسبه للتمرين الاخير الخامس، هنا قالوا لنا اكتب على شكل قوى 2 أو 3، يعني يكون عندنا الأس إما 2 أو 3. عندنا هنا 3 × 5 × 5 × 3 × 5، هنا 25 في طبعا 3 × 35، ثم هذه 10 آلاف. نكتبو على شكل قوى طبعا من 2 أو 3. مثلا عندنا 9، لو كان عندنا الرقم 9، 9 راه هي 3 أس 2، يعني 3 × 3. هذا طبعا بالنسبة للتمرين الخامس. إذا
نجيب عن التمرين الأول. نعم، التمرين الأول اللي تيقولنا أحسب شعاع القرص، أحسب شعاع القرص. نعم، إذا شحال عندنا حنا القطر؟ القطر ها هو القطر، عندنا 10. إذا الشعاع اللي هو R كيساوي لنا القطر اللي هو AB على 2، كيساوي لنا القطر على 2 اللي هي 10 على 2 اللي هي 5 سنتيمترات. 5 سنتيمترات هذا هو الشعاع لوغيون. إذا الشعاع كيساوي القطر على 2. هذا السؤال رقم 1. السؤال رقم ثاني، أحسب محيط الدائرة. نعم، المحيط خصنا نكونوا عارفين محيط الدائرة، محيط الدائرة اللي كنرمزو له بي، إما كيساوي القطر في بي، أو كنقولو جوج ديال الإيرات في بي، لأن جوج إيرة هي الدي، هي القطر، الديامتر هو جوج ديال الشعاعات. إذا شحال عندنا القطر هنايا؟ 10، عندنا 10 مضروبة في 3.14 اللي هي 31.4 طبعا سنتيمتر. هذا غير المحيط بالسنتيمتر، محيط. ثم نمر إلى السؤال الموالي، أبين أن مساحة القرص هي 48.5. إذا نستحضر العلاقة ديال المساحة، المساحة، إذا مساحة القرص نكتبها بعدا، مساحة القرص، مساحة القرص إما آس ولا ديك هي لا سيرفاس ولا كي اللي كيدير لها هكا. نعم، هاد آس هادي كتساوي لنا شنو مساحة الدائرة؟ كتساوي لنا بي في الشعاع، في الشعاع، إذا هي 3.14، الشعاع هو 5 في 5. ونحسبوها، نجيو في الوثائق، عندي 5 في 5 25، عندي 3.14 في 25، 5 في 24، 5 في 1 25، 5 هي 15، ندير هنا نقطة، 2 في 4 8، 2 في 1 2، و 2 في 3 هي طبعا 6. نعم، نعاودو، 5 في 4 20، 5 في 1 7، 5 في 5 10، نديرو نقطة، 2 في 4 8، 2 في 1 2، و 2 في 3 6. ها هي، دابا نقوم بعملية الحساب، يعني الجمع. عندنا هنايا 0 5، شحال عطاتنا هنايا؟ 2 زائد 7 8، وهنايا 7. إذا شحال عطاتنا؟ 78.5. إذا ماشي 48 إنما 78. السؤال خصو يكون 78. إذا ها المساحة وجدناها 78.5 سنتيمتر مربع، ما تنساوش الوحدة، سنتيمتر مربع. الآن دابا سنمر إلى التمرين الموالي. ها هو قالوا لنا احسبوا ما يلي. شنو هي 5 أس 2؟ هي 5 في 5، هي 5 في 5، هاي نديروها هنا اللي هي 25. 10 أس 3 هي 10 في 10 في 10، يعني نحطو 1 ونديرو 3 أصفار. علاش؟ لأن أس 3 هنا كاين الزائد. 3 أس 2 هي 3 في 3 اللي هي 9، وهنا 2 أس 3 هي 2 في 2 4 في 2 8 اللي هي 17. أخيرا 11 أس 2 هي 11 في 11 هي 121، وجوج أس 3 هي 2 في 2 4 في 2 8، 8 في 1 8، 8 في 2 16، 8 في 1 8، 1 9، إذا هي 968. هذا بالنسبة للتمرين الثاني. نعم، نمر إلى التمرين الثالث. التمرين الثالث وكان عندنا مهم بزاف، يعني تمرين عندنا عدد التلاميذ، هنا النقط اللي حصلوا عليها. إذا كان هذا اللون هذا 3 نقاط، اللي حصلوا على 4 نقاط هذا اللون، والأخضر هذا حصلوا عليه 6 نقطة، حصلوا عليها 0، واللي عندهم هذا اللون حصلوا على 7، واللي عندهم هذا اللون هذا حصلوا على 9، واللي عندهم هذا اللون هذا عندهم 10. حدد أصغر نقطة. أصغر نقطة هي 3، أصغر نقطة هي 3. وكم عدد التلاميذ اللي حصلوا عليها؟ إذا هذا اللون هذا شحال حصل؟ 2 تلاميذ.
إذن أصغر نقطة هي 3، أصغر نقطة هي 3، وعدد التلاميذ إذا رجعنا للمبيان هما هاد هذا هذا 2، عدد التلاميذ، جوج تلاميذ جابوا أصغر نقطة هي 3. عندنا تاني السؤال الموالي، ما هو اسمح لي ما هو عدد التلاميذ الحاصلين على 10، الحصول على 10؟ إذا غنقلبوا في المئة، شكون هما 10؟ هما 10، وغنجيو للمبيان ها هي 10 ونسقطوها. إذا 5 تلاميذ، شحال؟ 5 تلاميذ حاصلون على 10، 5 تلاميذ. عدد التلاميذ الحاصلين على 10، عدد التلاميذ الحاصلين على 10 هو شحال؟ عدد التلاميذ اللي حصلوا على 10 قلنا 5. هاي نجيب لكم من المبيان، هذه 10 هما هادو، عندنا 5. نعم، ثم ما هو عدد التلاميذ الحاصلين على اكثر من 6؟ ما معنى اكثر من 6؟ يعني حصلوا اما على 7، وهل اللون ديالها 7، ولا حصلوا على 9، ولا حصلوا على 10. اذا عدد التلاميذ الحاصلين على اكثر من 6، ناخذوا هذه الالوان هادو. اذا هادو ماين 7 شحال؟ عندنا 7، 7 حصلوا على 7، فوالا 7 حصلوا على 7. اذا اللي اكثر من 6 ثاني كاينه 9، شحال حصلوا على 9؟ 4 زائد 4. ثم اللي حصلوا على اكثر ثاني من 6 هما 10، شحال من 10؟ عندنا 5. اذا هذوما اللي حصلوا على 6 اكثر من 6، اذا 7 زائد 4 11 زائد 5 16. اذا 16 تلميذ حصلوا على اكثر من 6، 16 تلميذ حصلوا على اكثر من 6. دابا الان سنمر الى السؤال، احسب عدد تلاميذ هذا القسم. عدد تلاميذ القسم هما التلاميذ اللي جابوا 3، والتلاميذ اللي جابوا 4، وجابوا 6، وجابوا 7، وجابوا 9. اذا شحال عندنا هنا؟ جوج. اولا نبداو نجاوبو هنايا باش نحسبو المجموع، شحال عندنا؟ عندنا جوج زائد شحال هادو؟ 4 اللي جابو لنا مثلا، اللي جابو 4 اه. ثم شحال هادو؟ نقرب لكم بيان باش يبان، شحال عندنا هادو؟ 8 زائد شحال عندنا هادو؟ 7. ثم عندنا 4، ثم ماين 10 اللي هما 5. نجمعو التلاتة، جوج زائد 4 6، زائد 8 14، 14 زائد 7 21، و 4 25 هي 30 تلميذا. شحال؟ 30 تلميذ. دابا نمر إلى التمرين الرابع. التمرين الرابع تيقول لنا قياس قطر هو 6 سنتيمتر، أحسب مساحة المربع. مساحة المربع هي الضلع في الضلع. إذا هنا شحال كاينة؟ 6، هنا تكون 6، هنا 6. إذا مساحة المربع 6، مساحة المربع هي 6 في 6 اللي هي 36، ضرب في الضرب، 36 سنتيمتر مربع، 36 سنتيمتر مربع. دابا السؤال الثاني، مساحة الجزء الملون هو هذا، خصنا نحسبوا مساحة المربع اللي حسبناه ونقصوا مساحة هذا القرص باش نحصلوا على هذا. إذا مساحة المربع هي 36، مساحة القرص، مساحة القرص خصنا نعرفوا شحال. شنو هي مساحة القرص؟ هي بي في اف شعاع في شعاع، بي 3.14، الشعاع شحال عندنا هنا القطر هنا؟ 6. إذا الشعاع هو 3، هي 3 في 3، ونحسبوها. 3 في 3 99، في 4 36، 1 في 9 99، و 3 12، ثم 9 في 3 27، 28. إذا هي 28.26 سنتيمتر مربع. مساحة الجزء الملون، مساحة الجزء الملون هي 36، حيدو منا 28.26، ونحسبو العملية هنايا. 36 حيدو منا 28.26. نعم، ديرو هنا فاصلة صفر، معروفة الطريقة هادي. 10 4، نزلو الواحد هنا، 10 ناقص 3 7، نزلو الواحد هنا، 16 ناقص 9 7، نزلو واحد هي 7.74، 7
فاصلة 74. أنا ما كنساش الواحد، سنتيمتر مربع، سنتيمتر مربع. هذا بالنسبة للتمرين الرابع. أما التمرين الخامس أكتب على شكل قوة، طبعا هنا اثنان أو ثلاثة، ثلاثة في خمسة في ثلاثة، خمسة في ثلاثة في ثلاثة. شحال عندنا هنا من ثلاثة؟ عندنا ها واحدة ها جوج، إذا نديرو ثلاثة أس اثنان عندنا جوج. شفتوا عدد الأساس هنا؟ خمسة، نكتبوا خمسة. شحال عندنا؟ واحد اثنان ثلاثة، إذا خمسة أس ثلاثة. بالنسبة لهذا لاحظوا 25 هي خمسة في خمسة ياك، وها سبعة، وشنو هي 35؟ هي سبعة في خمسة. إذا عندنا الأساس خمسة، شحال عندنا من خمسة؟ واحد جوج ثلاثة. شحال عندنا من سبعة؟ سبعة وجوج، هاي عندنا جوج سبعويات. هنا هنا ما يمكنش نديرو رجلينا نديرو عشرة، الأساس هو عشرة. شحال عندنا هنا؟ واحد جوج ثلاثة رجلينا عشرة أس أربعة، حنا خصنا قوة من جوج أو ثلاثة. إذا من الأحسن نديرو 100 ودينا أس اثنان، لأن 100 أس اثنان هي 10,000. كنتمنى تكونوا قد استوعبتم